سارت نحو تلك الغرفة، فتحتها ودخلت، ثم أغلقت الباب خلفها. وما هي إلا لحظات حتى لحق بها ليث ودخل هو أيضا. مرحبا، أنا قصي. اتصل ليث بي يوما ودعاني أنا وصفاء إلى العشاء، وطبعا لبينا الدعوة. جلست أنا وليث نشاهد مباراة كرة القدم، بينما ذهبت صفاء لمساعدة جمانة بالمطبخ. كنت أتابع المباراة بكامل تركيزي، أصرخ فرحا إذا تم تسجيل هدف، وأضرب المائدة بقبضة يدي إن ضيعوا الكرة. ولكنني فجأة انتبهت لليث الذي كان ينظر إلى التلفاز وهو شارد الذهن. ليث، هل أنت بخير؟ ها نعم بالتأكيد. هل رأيت كيف ضيع اللاعب الكرة؟ ها لا، لقد شردت قليلا، لم أرد إزعاجه، فتابعت المباراة وبالي منشغل به. وحينما انتهت قلت: لقد خسروا لأنهم لم يلعبوا جيدا. ها ربما، نعم ممكن. لست بخير، هل يمكنني مساعدتك؟ فلنسألهما إن كان العشاء جاهزا. غير مجرى الحديث وقام نحو المطبخ فتبعته، وصممت على ألا أسأله حتى يتحدث بنفسه. اجتمعنا على طاولة العشاء وكنا نتبادل أطراف الحديث، لكنني لاحظت أن ليث وحتى جمانة لا يتحدثان كعادتهما. وبعد أن ذهبا لغرفتهما لينام، دخلت أنا وصفاء لغرفة الضيوف. صفاء، هل رأيت بأن ليث يتصرف بغرابة؟ حتى أنه لم يتفاعل مع مباراة كرة القدم. حتى جمانة كنت أتحدث إليها فلا تجيبني، بل أنا متأكدة بأنها لم تكن تسمعني أصلا، وكأنها منشغلة بأمر ما. ما الذي حدث لهما يا ترى؟ هل انزعج منا؟ لو انزعج منا لما دعيانا للعشاء والمبيت عندهما، ولكنهما دخلا للنوم باكرا، وأنا تعودت أن أسهر مع جمانة حينما أبيت عندها. حسنا، أنت نامي هنا الآن وأنا سأنتقل للنوم في الغرفة المجاورة. كنت سأخرج، لكنني وجدت جمانة وهي تحمل غطائين. تفضل، هذا لك والآخر لصفاء. شكرا، أنا متعبة يا صفاء، سأنام باكرا وسنتحدث غدا. لا بأس، ليلة سعيدة يا عزيزتي، وليلتك أسعد. عادت جمانة لغرفتها، وتوجهت أنا نحو الغرفة الأخرى وحاولت فتحها، ولكنني وجدتها مغلقة. إنها مغلقة. استدرت فزعا، لقد أفزعتني يا ليث، من فضلك هل يمكنك فتحها لي لأنام فيها؟ لا، نم في غرفة الضيوف. ثم سار نحو الحمام، واستغربت رده البارد. عدت إلى غرفة الضيوف، ليث يتصرف بغرابة، لم يسمح لي بالنوم في الغرفة الإضافية. نحن ضيوف، فلنلتزم بآداب الضيافة. جلست على الكنبة بينما خرجت صفاء إلى الحمام، وأثارت فضولها الغرفة المغلقة، فحاولت فتح بابها، لكنها أحست بحركة خلفها. استدارت ورأت جمانة عابسة خلفها. عن ماذا تبحثين؟ أحاول فتح هذه الغرفة لأنام فيها، ولم أرد إيقاظك. إنها مغلقة وفيها أغراض تخصني. حسنا، كما تشائين، سأعود إلى غرفة الضيوف إذن. قصي، جمانة غير طبيعية، لقد أمسكت بي وأنا أحاول فتح تلك الغرفة. إنه لأمر غريب، لكنني سأكتشفه. أطفأت الأنوار وعدت إلى مكاني. فلنبدأ من نقطة البداية. اتصلت بي جمانة وأخبرتني بأنها متعبة وأنها تود دعوتنا للعشاء ليتعدل مزاجها، ولكنها لم تخبرني بشيء. وهذا ما قاله ليث حينما اتصل بي، قال بأنه مستاء قليلا ويود استضافتنا من أجل تلطيف الجو. ترى هل تشاجر؟ لا أظن أن هذا هو السبب، السر موجود بتلك الغرفة المغلقة. لم نستطع النوم وبدأنا نتبادل أطراف الحديث بهمس، وفجأة سمعنا خطوات في الرواء. ألقيت نظرة فإذا هي جمانة. سارت نحو تلك الغرفة، فتحتها ودخلت، ثم أغلقت الباب خلفها. وما هي إلا لحظات حتى لحق بها ليث ودخل هو أيضا. صفاء، ابقي هنا وانتظريني، لا تتهوري وتلحقي بي. حسنا، أنا سأراقبك من هنا. أسرعت إلى الباب وسمعت صوتهما وهما يبكيان، لكنني لم أستطع معرفة ما يفعلانه. تقدم صوتهما نحو الباب، وفجأة تحرك القفل، فأسرعت بالعودة إلى غرفتي. ثم رأيتهما وهما يخرجان ويتجهان نحو غرفتهما.
لم أفهم شيئاً مما حدث. خلدنا إلى النوم. في الصباح كان علينا مغادرة المنزل نحو الجامعة، ودعناهما وخرجنا دون أن نستفسر عن ما يحدث لهما. لقد شدني الفضول يا صفاء، فكري معي بطريقة تجعلنا نكتشف ما في الغرفة. فلنعد للمبيت عند جمانة، وحينها سأعرف ما فيها بنفسي. بعد أن انتهت الحصة خرجنا من الفصل، واتصلت بأبي وخبره بأننا سنبيت الليلة أيضا عند ليث. لما لم تذهبي للعمل؟ إنني متعبة وقد أخذت عطلة مرضية. أرجوك أخبريني عن ما يحدث معك، ألسنا صديقتين؟ حسنا سأخبرك، فلنجلس قليلا لنتحدث. على طاولة العشاء جلست أنا وصفاء ننتظر ليث الذي ذهب ليشتري دواء لجمانة. سأرتاح قليلا بغرفتي حتى يعود. لاحظت أن وجه صفاء قد تغير لونه. همست لها، ما بك؟ لا يمكنني إخبارك، إنه أمر خاص. هل له علاقة بالغرفة المغلقة؟ طبعا، لقد اكتشفت أخيرا ما بداخلها والسر الذي أخفياه عنا. ثم انهمرت دموعها وقامت مسرعة وهي تتبع جمانة إلى غرفتها. زادت حيرتي من كلامها، وبدأت أفكر فيما خلف ذلك الباب. عاد ليث إلى المنزل. أين هما؟ أمرهما غريب، دخلت جمانة لترتاح بينما لحقت بها صفاء وهي تبكي. الحمد لله أنكما عدتما لقضاء هذه الليلة معنا، من الجيد وجود صفاء بقربها في موقف كهذا. موقف كهذا؟ أي موقف؟ أخبرني بما يؤرقك فقد يمكنني مساعدتك. تعال معي. سار بي ليث نحو تلك الغرفة، فتح بابها وقال: انظر. لقد تغير ديكور الغرفة وصارت مليئة بالألعاب والبالونات. يتوسطها سرير رضيع أبيض والكثير من أغراض الرضع. هل ستستقبلان رضيعا جديدا؟ بل كنا سنستقبله. كانت الأرض لا تسع فرحتنا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. لقد جهزنا هذه الغرفة حينما علمنا بحملها، ولكن جمانة أجهضت بسبب الإرهاق في العمل وهي تمر بحالة كآبة. لم تكن تود مني أن أخبركما، تظن بأنكما إن علمتما وعلمت عائلتها فسيزداد الأمر سوءا. أنا آسف بشأن ذلك، وأتمنى أن يعوضكم الله في القريب العاجل. آمين. إذا أردت فلنخرج في رحلة ستغير الجو وتجعلها تنسى ما مرت به. اتفقنا على أن نخرج معا، وفي عطلة نهاية الأسبوع خرجنا كلنا نحو الغابة وحدثت معنا مغامرة شيقة ربما سأخبركم بها في قادم الأيام. صارت جمانة أفضل وعادت إلى عملها بنفسية أحسن. أصدقائي، فلنرفع أكفنا بالدعاء لجمانة أن يرزقها الله الذرية الصالحة، هي وكل متابعي أندلسية الذين يريدون أطفالاً.